في أمور الدين، في العبادة، في تلاوة القرآن، في الأذكار، فيما يتعلق بالخيرات، انظر إلى من سبقك حتى تكون شاكرا، لأن التعبير بالشكر هو أن تلحق بذلك الذي سبقك أو أن تسبقه في الطاعة. هذا دليل شكرك لله. خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. كم مرة تجلس للقراءة، قراءة القرآن، إذا كم تقرأ غير، كم مرة تجلس في اليوم والليلة؟ انظر إلى من هو فوقك في مراتب الطاعة، لأنك ستحاول أن، وأعطيكم مثالا من أحد الأشياخ الذين تعرفون، الشيخ مود حفظه الله، يقول سأل أحد الناس الذين يترددون إليه فكم تراجع القرآن، كان عنده ورد كل يوم 5 أجزاء، 5 أجزاء، 5 أجزاء، 5 أجزاء، مدة 6 أيام لأجل أن يختم القرآن. فسأل هذا شاب يجي قال له ما شاء الله حافظ القرآن. نعم. قال له وكم تختمه؟ قال ختمه في 5 أيام، أقرأ كل يوم 6 أجزاء. عاد الشيخ يقول عدت غيرت برنامجي إلى 6 أجزاء. إذا كان أهل الطاعة أهل العبادة الذين يراهم الناس أنهم قدوات، فإذا رأوا من هو أفضل منهم لا يعذرون أنفسهم، لا يعذرون أنفسهم أن يكونوا بعد الركب أقل، يعني في الطاعة إذا عرف إنسان يحاول أن يكون أقل تقدير، إن لم يكن أكثر منه أن يساويه. وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بعمل إذا عملتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم. تبيانا وتوضيحا أن شكرك لله أنك تحاول أن تقتدي بالصالحين أو الأخيار. يعني إذا أردت أن تكون شاكرا هيش تقتدي بالصالحين، عندما تسمع عن أخبارهم في طاعة الله، عن أحوالهم في التسابق في الخيرات، عندما تستمع إلى سير هؤلاء وكيف بذلوا جهدهم، طاقاتهم، أبدانهم، أجسادهم، أجسامهم في طاعة الله، تقتدي به.